هي أو اذكر بعض من أمثلة الأصول الثابتة واذكر بعض من أمثلة الأصول المتداولة. أقولها دكتور، الأصول الثابتة عندي السيارات، الأجهزة، الآلات، المعدات، الأثاث، تمام، وأيضا أراضي، هذه الأصول الثابتة. أما الأصول المتداولة اللي هي الصندوق، البنك، المدينون، إيش بعد عندي؟ أوراق القبض. ممتاز، أوراق القبض. إذا ممتاز، لدينا مجموعتين من أنواع الأصول، الأصول الثابتة والأصول المتداولة. نقطة أساسية، إذا قال لك شركة تجارية نبدأ بالأصول إيش؟ ذكرت لكم أول محاضرة. التجارية راح تبدأ بالأصول المتداولة. أيوه، إذا كان منشأة تجارية نبدأ بالأصول المتداولة، والأصول المتداولة نبدأ بالأصول الأكثر إيش؟ سيولة. سيولة. الأكثر سيولة، مثل الصندوق أو البنك. الصندوق والبنك، ثم إيش؟ رأس المال. لا، المدينون، أوراق القبض. المدينون. ممتاز، إذا الأصول الأكثر تداول أكثر سيولة صندوق، بنك، مدين. ممتاز، الأصول الثابتة يتم استخدامها أو إظهارها بأول القائمة المركز المالي إذا كان المنشأة إيش؟ صناعية. إذا كان المنشأة صناعية. ممتاز، ومن أمثلة الأصول الثابتة عندنا سيارات وأثاث وأراضي معدات وبناء إلى آخره. الجانب الآخر من الميزانية يحتوي على إيش؟ هذا الجانب الأيمن. الجانب الأيسر على إيش يحتوي؟ الخصوم. الخصوم. الخصوم، غيرك يا إيمان. كيف إيمان؟ خلاص، ها واحد إيمان وفؤاد، خلاص واحد يقول لي إيش أنواع الأصول الخصوم أو الالتزامات. ها، الإيرادات والمصروفات. زكية. ها، لا واحد آخر. الدينون. الدائنون، الرواتب، الإيجارات. الرواتب، الإيجارات. خطأ. الالتزامات يا دكتور. خطأ، إذا أنت تقول لي التزامات رواتب وإيجارات خطأ. السؤال، السؤال في قائمة المركز المالي لدينا عنصرين أساسيين وهما عبارة عن الأصول والخصوم أو الالتزامات. الجانب الأيمن الأصول وتنقسم إلى قسمين، أصول متداولة وتم شرحها، أصول ثابتة. أما في الجانب الأيسر فلدينا خصوم أو التزامات. اذكر أنواع، اذكر أنواع منها. رأس المال. الالتزامات هي قروض وبنوك، قروض البنوك، قروض البنوك. أوراق الدفع. يعني تشي جاوبي جاري شركاء. لا 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 لا، خلو خلو زوفا، هذا اللي يتكلم أول شيء. قلت الدائنين صح؟ اي نعم. وإيش كمان؟ ورأس المال، اي حقوق رأس الملكية، المال. أها، اوراق الدفع. أوراق الدفع. ممتاز، واي ديون مستحقة، القروض بشكل عام. إذا القروض. عندنا الأصول المتداولة أو عفوا الخصوم المتداولة، وتبدأ بالأكثر سيولة للدائنين أوراق الدفع، ثم القروض، القروض قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل، ثم ندخل إلى رأس المال وحقوق الملكية اللي عبارة عن رأس المال وإيش وما يندرج تحت حقوق الملكية. أنت في حلك للسؤال لابد أن تكون إيش؟ الجانب الأيمن يساوي إيش؟ الجانب الأيسر، وإلا حلك إيش؟ غلط، خطأ. أيه، عندما تشتي تعرف إن أنت حليت السؤال صح لابد أن يكون القائم الجانب الأيمن يساوي الجانب الأيسر. طبعا هناك أرباح وهناك خسائر اللي تغلق بها هذه القائمة. طيب ممتاز، أنا بدي لك مثلا بعض نماذج من الامتحانات. مثلا هنا، الإيرادات
في قائمة المركز من يحل هذا رقم واحد؟ يقول أنا بس، وأنا شاشوف. يرفع يده الأول. ها من يجاوب؟ كيف أرفع يدي؟ كيف أرفع يدي؟ شوفني. خلاص اعمل لي رسالة. غيرك غيرك. ها من جاوب؟ معلش يا دكتور، ما فهمنا شيء، ما سمعت السؤال. السؤال بالشاشة. غير إيمان وأبو علي، غيركم الاثنين وفؤاد، غيركم. من يجاوب؟ السؤال الذي في الشاشة. يلا يا فاطمة. في قائمة المركز المالي يتم إدراج الالتزامات بنوعيها المتداولة وطويلة الأجل، إضافة إلى حقوق المالية في الجانب المدين الأيمن الدائن الأيسر. يا فاطمة، فاطمة الجاش، الأيمن والأيسر. الأيمن والأيسر، ممتاز فاطمة. ها واحد آخر. طيب يا أيمان، إيش الجواب هنا أيمان؟ السؤال الأول راح يكون فقط في الجانب الأيسر. في الجانب الأيسر، ليش ما قلناش دائن؟ ها جاوبي يا إيمان، ليش ما قلناش دائن؟ يمكن لأنها معادلة الميزانية، إحنا نتكلم عن قائمة المركز المالي اللي لازم يكون أيوة. الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. ممتاز، إذن عندنا هنا الحل بيكون الجانب الأيسر يا فاطمة، وليس الجانب الأيمن والأيسر. الجانب الأيمن إيش معانا أبو علي؟ إيش معانا بالجانب الأيمن؟ الأصول. ها؟ الأصول. الأصول بنوعها، أصول متداولة وأصول ثابتة. طيب السؤال الثاني من يشتغله؟ السؤال الثاني السؤال الثاني من؟ أنا يا دكتور. ها الجواب الأول. الجواب الأول. الصناعية نبدأ بالأصول الثابتة، ما نبدأ بالأصول المتداولة. إحنا صناعية. ها واحد غيرك. واحد غيرك. شاركوا شاركوا يا دكتور. ممكن زي ما نكون قال الأول، الأصول الثانية يعني هي الأصول المتداولة والاستثمارات، والمتداولة والاستثمار طويلة الأجل. ها ثاني. ها واحد غير هذا اللي الأصول الثابتة تليها الاستثمارات. الأصول الثابتة تليها الاستثمارات. ها من يجاوب؟ واحد آخر. الاستثمارات طويلة الأجل تليها الأصول الثابتة. ها اشتي فهم، أنا ذكرتها قبل شوية. لأنها منشأة صناعية تبدأ بالأصول الثابتة بعدين استثمارات طويلة الأجل. وال 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 وال, وال... وآخر شيء المتداول.
كانت تجارية نبدأ بالمتداولة بعدين الأصول الثابتة. ها واحد آخر. من هزع؟ هزع استاذن. ها ايش الإجابة؟ الأصول المتداولة، أيوة، تليها الأصول الثابتة. خطأ. ها غيداء. غيداء إبراهيم. إيمان رشيد العواضي إجابة خطأ. محمد إجابة خطأ. دعاء صح. إيمان صح. إذن الإجابة رقم 2. الإجابة الصحيحة رقم 2. الإجابة الصحيحة رقم 2. رقم 2. ها طيب الأول يا منال خطأ، الاختيار الثاني الإجابة والخيار الثاني. طيب الرقم 3، رقم 3 هذه قائمة الأسعار. إيش يا رشيد؟ ها رشيد تفضل. قائمة الأسعار يا دكتور. قائمة الأسعار. ممتاز. قائمة الأسعار. قائمة الأسعار صح. الرقم 4. طبعا عندنا أصول، عندنا أصول الأصول المتداولة أخذناها، عندنا أصول ثابتة، عندنا أصول ثابتة غير ملموسة. كيف غير ملموسة؟ من يقول لي؟ الملموسة زي الشهرة وبراعة الاختراع كده يعني. إيش يعني؟ إيش يعني غير ملموس؟ ليس لها يعني وجود مادي ملموس. تعتبر فكرة أو حقوق ملكية، فكرة يعني. فكرة. ها غيرك. تكون لها عاد ماد، تكون لها عاد مادي بدون وجود. يعني ما تقدر تحصيها أو شيء. كيف يا بشار بدون وجود؟ كيف يعني؟ مثل ما دحين المخازن والسيارات هذه ما يعني تقدر تشوفها لها أثر، لكن الشهرة أيوة. لها عوائد مالية بدون ما لها وجود، يعني لها مكان أو لها مخرجات. لا مخرجات لا مخرجات، لكن يمكن تقول ما هيش موجودة، ما نقدرش نلمسها، ما نقدرش نشوفها. صح بالضبط، هو ده اللي بوصل يعني. أما لها يعني أثر دكتور معنوية غير ملموسة، ونتيجة سنوات ماضية جاءت هذه الأصول غير الملموسة. أيوة يعني نتيجة خبرات متراكمة من سابق، مثلا كالشهرة المحل
براءة الاختراع أو الحقوق الملكية والفكرية ممتاز. أو قيمة العلامة التجارية مثلا. أيوة، إذن هنا عندنا من أمثلة الأصول الثابتة الغير ملموسة المعنوية إيش؟ شهرة المحل، وإيش؟ براءة الاختراع، وإيش؟ براءة الاختراع. باقي خيار مش موجود يعني. اخترت أول اثنين، باقي واحد. المخزون. إيش؟ باقي واحد مش موجود. أيوة. لا ما بعرفش. ها. العلامة التجارية. التجارية. من الخيارات الأربعة هذا، فس تكلم على هذه الخيارات. ما مش شيء بس آخر. الاثنين، ما في غيرهم. ما في غيرهم. المخزون ملموس والسيارات ملموسة. كويس. ها سماح. متداول وسيارات ثابت. يعني إيش؟ إذن عندنا خيارين فقط، عندنا خيارين فقط. ممتازة إيمان، واللي تكلموا منى ومدري من. إذن عندنا أما هذا المخزون عبارة عن أصل إيش؟ تداول. متداول. بينما تداول. السيارات عبارة عن أصل ثابت. ثابت. عبارة عن أصل ثابت ملموس. ملموس. ممتاز. ملموس. السؤال الأخير، هذول اللي تكلموا معي الآن ولا واحد تكلم، خلونا نشوف واحد جديد. من أمثلة الالتزامات طويلة الأجل مثل إيش؟ يلا يا سماهر. ها. مثل العقود والإيجار. عقود والإيجار. أيوة. والسندات الأقراض. تمام. و زي القروض الطويلة بالسنة. تمام. بس يعني الخيارات هي أي خيارات هنا؟ يعني نختار الأول العقود. أيوة. والإيجار الطويلة الأجل. تمام. وثاني واحدة سندات والأقراض. تمام. والأخيرة القروض الطويلة الأجل تزيد من السنة واحدة. ممتاز سماحنا. واحد ثاني جاوب. دكتور. العقود طويلة الأجل، عقود الإيجار طويلة الأجل، أي ما لا تعتبر السنة طويلة الأجل، صح ولا لا؟ إيش؟ لأنها تدفع كل شهر الإيجار، الإيجار عقود الإيجار طويلة الأجل. ممتاز يا أبو علي. ها واحد غيرك. بس طويلة الأجل عقود الإيجار بعض الأحيان لو كان في شرط يتحمل الطرفين، يعني الطرف متحمل بدفع المبلغ حتى لو كان 10 سنوات ملزم في دفع المبلغ، فيعتبر عقد طويل أجل. الآن إحنا هنا في بدون أي تفسيرات، الخيارات أمامك، إيش الخيارات؟ يعتبر سندة القرض إذا كانت فوق 5 سنوات. تمام. ها. وعقود الإيجار طويلة الأجل. يعني الخيارات أي خيارات؟ الأخيرة. رشيد أي خيارات؟ الأول والثاني. الأول والأخير. الأول والثاني، الأول والأخير. ها واحد. إيمان إيش رأيك هنا؟ هيكون نفس إجابة سماهر يا دكتور. كيف؟ اللي هو عقود الإيجار، سندات الإقراض، القروض طويلة الأجل. ليش؟ ما أدري إيش يعني، هذه تعتبر التزامات طويلة الأجل تزيد عن سنة واحدة، يعني يقدر فيها المنشأ يسدد إن زادت عن سنة واحدة. أيوة، بغض النظر عن الشرط، بغض النظر عن الشرط، هذه تعتبر التزامات طويلة الأجل الثلاثة الأنواع. عقود إيجار طويلة الأجل هذه قد تكون أكثر من سنة لمدة 5 سنوات،
سندات الإقراض تستطيع السداد بأكثر من سنة، والقروض طويلة الأجل قد حددها. شوف اللي كان فيها إشكالية، اللي القروض طويلة الأجل قد عمل لك بين قوسين تزيد عن سنة واحدة، بمعنى إيش؟ بمعنى أنها طويلة الأجل. إذن الثلاث الخيارات الأول والثاني والرابع هي الخيارات الصحيحة، هي الخيارات الصحيحة. طيب خلونا نرجع للعملي الآن. واضح هنا لو يجي لك أسئلة بالامتحان هكذا واضح صح؟ طب دكتور السؤال الأول ما في أي سؤال؟ برضو ما الأول اللي في قائمة المركز المالي، إيش فيها؟ على أي أساس اخترت الجانب الأيسر؟ قائمة المركز المالي تتكون من شقين، الجانب الأيمن ويتضمن الأصول بنوعيها متداولة وثابتة، والجانب الأيسر ويتضمن الالتزامات ورأس المال وحقوق الملكية. موجود عندك في أول الوحدة واضح فقط. طيب شكرا. ليش ما قلنا الجانب الثاني؟ لأننا معنا شقد يومية. طيب شكرا. إذا هو قد يومية صح، مدين ودائن، لكن بالقائمة المركز المالي ما معناش مدين ودائن، معنا أصول وخصوم، جانب أيمن جانب أيسر. هنا فتحين الجانب الأيمن لقائمة الدخل، قائمة الدخل ما معش جانبين، قائمة الدخل عبارة عن قائمة واحدة، أو ربما في صح في نوع من الكتب بيعتمد لها جهتين اللي هي الإيرادات والمصروفات. القائمة الدخل تتضمن الإيرادات والمصروفات، بينما قائمة المركز المالي تتضمن الأصول والخصوم، بينما قائمة الميزانية إيش تتضمن؟ من يقول لي يا نوال؟ ها قائمة الميزانية، خلوا نوال تجاوب. لا معلش دكتور، أنا ثاني كنت بعرف المخزون يعتبر ملموس أو غير ملموس. إيش المخزون؟ تسألي ولا تجاوبي؟ لا أسأل هل المخزون، لأن أنت سويته ملموس. المخزون عبارة عن أصل متداول ملموس. طيب أنت سويتها غير ملموس. وين؟ خيارات، أنا بس حابة أتأكد. ها يعني نخليه سوداء صح؟ أوكي كذا. هو المخزون عبارة عن أصل متداول ملموس. أنس، قائمة الميزانية إيش تتضمن؟ من جاوب هذا السؤال؟ ايش هو يا دكتور؟ ما الفرق ما بين قائمة المركز المالي؟ ما الفرق ما بين قائمة المركز المالي وقائمة الميزانية؟ استاذ اجاوب احاول. الميزانية بتكون نهاية السنة في 31/12، تمام، والمركز المالي في أي وقت تريد. إيش اسمك أنت الحقيقي؟ اسمي حمدي. وهذا مكتوب زوفات شك. والله عدلتها مرتين ما زبط، ما أدري ليش. أنا أعدل لك أنا. ها. الله يجزيك. حمدي. طيب ها، واحد غير حمدي، حمدي جاوب بس خطأ. يعني حاولها. أنا ممكن يا دكتور؟ اتفضل. الميزانية تضم المركز المالي ولا اسمه والمتاجرة. خطأ، واحد غيرك. ها دكتور، ها المركز المالي عبارة عن رأس المال والميزانية. ما أه.
إيمان إيمان. أيوة يا دكتور. إيش الفرق ما بين القائمة المركز المالي والميزانية؟ أول شيء الميزانية هي اللي تكون فيها القيود، بحيث إن أنا لازم أعرف إن القيود تساوى فيها الجانب الدائن مع الجانب المدين. والميزانية؟ أما قائمة، لا هذه الميزانية، لكن قائمة المركز المالي اللي هي نهاية الفترة المالية اللي لازم أحدد اللي هو الخصوم والأصول، اللي هو الجانب الأيسر والجانب الأيمن. خطأ. أجاوب يا دكتور. هذا أنا مش شجع بإيمان، شجع جاوب صح. الميزانية هي الدكتور، هي الميزانية اللي يعني ترسم في بداية السنة كخطة، يعني يسموها ميزانية تقديرية. لا 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 لا، هذه موازنة. طيب يا دكتور، احنا نقول الميزانية اللي هي الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين، تمام، والمركز البياني المركز المالي اللي هو بيانة الدخل والتدفقات النقدية مثلا. خطأ. ها واحد آخر. من جاوب؟ ممكن نقول الميزانية تشمل الأصول والمصروفات والتدفقات. أيوة. والمركز المالي يشمل، تكون شاملة لكل شيء. خطأ. ها واحد آخر. ما نشوفه يشتيق نطلق على لقب. لقب مالي بالأخير الأقفال، والميزانية ما نقفلها. لقب ذكي الدفعة. خطأ. ها واحد آخر. الميزانية هي المركز المالي في نهاية السنة. أيوة. المركز المالي هي أصول والخصوم. وهذيك إيش هي؟ هذيك هي يعني مركز المال هي في نهاية كل سنة. خطأ. ها إيش ممكن نفسها يا دكتور؟ ممكن فرصة ثانية. أيوة ها تفضل. الميزانية تضم الأصول والخصوم، وكذلك تضم الحقوق الملكية مع الأرباح السنة الحالية التي جاءت من التدفقات النقدية، ما بين الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات. أها. خطأ. المركز المالي هو الذي يضم الأصول والخصوم. طيب إيش الفرق بينهن؟ حقوق الملكية. خطأ. هذه أنضف لها الأرباح السنة الحالية إضافة إلى رأس المال والحقوق الملكية. خطأ. يلا واحد. ها من إذا من أنا يا دكتور. ها ما تقول بشكل سريع، هي خطأ مالية لتوقعات المصاريف في المستقبل. خطأ. ها واحد آخر. طيب يا دكتور، المركز المالي اللي هي الأصول والخصوم صحيح؟ تمام. والميزانية اللي هي الأصول والخصوم والدائن والمدين، كل شيء شامل فيها. خطأ. في فرق أو لا؟ لا هي نفس. خلوا روان جاوب. نطاق الميزانية يكون أضيق من نطاق المركز المالي؟ لا خطأ. ها. الميزانية هي حسابات ختامية. والمركز المالي؟ أصول وخصوم. خطأ. ها نقول نهاية الفترة المالية يا دكتور. ها هي يعني نهاية الفترة المالية. لا أشي واحد يقول لي كذا بكلمة واحدة، إيش الفرق؟ يعني في تقريب يا دكتور. الميزانية هي نفسها المركز المالي في لحظة معينة. ليش ما تقولوش ما فيش فرق؟ قد نقول لك نساء ما فيها فرق. قلنا لك أول ما فيش فرق، أنت قلت ما قلتش خطأ. في واحد قال بس ان انا اعمل كله اهمال على اساس اسال، بس ما قلت له خطا. طالب واحد بس ما اعرفش منه، ما فيش فرق. ذكرت دكتور، انا قلت لك انا ميزانيه نفسها قائمه المركز المالي هي قائمه الميزانيه. هذه دعاء قد فتح الكتاب وطلعت الحل صفحه 308، وعندكم هنا دعاء، ومن دعاء وريم محمد هي نفسها، بس دعاء وريم هذول اللي جاوبوا على من
اللي جاوبوا في الشات، وفي طالب ولد ذكر بالاسم. خلاص هذه دعاء خارج الطاقة يعني، نخرجها. ريم فقط اللي جاوب الإجابة الصحيحة، ريم، لأن دعاء طالب قد أخذ المادة، قد طالبة قد أخذ المادة، لذلك هي دعاء ريم فقط، ريم محمد اللي جاوب إجابة السؤال. إذا ما فيش فرق ما بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. طيب خلونا نكمل بسريع، ركزوا على هنا. الجانب الأيسر من قائمة المركز المالي عبارة عن الالتزامات المتداولة، الدائنون، أوراق الدفع، القروض، المسحوبات، صافي ربح أو خسارة، رأس المال. منين نطلع صافي ربح أو خسارة؟ منين نطلع صافي ربح أو خسارة؟ ها؟ من المتاجرة أو من قائمة الدخل. أيوة، من قائمة الدخل، ممتاز. قائمة الدخل تشمل قائمة الدخل الإيرادات والمصروفات، بينما قائمة المركز المالي الأصول والخصوم. هذا إذا جاء لك أسئلة ركزوا. قائمة الدخل العناصر التي تدخل في حساب قائمة الدخل الإيرادات والمصروفات. حسابين أساسيين يوجدين أو توجد، يوجد حسابين أساسيين في قائمة الدخل، مجمل الدخل وصافي الدخل. إيش الفرق ما بين مجمل الدخل وصافي الدخل؟ ها، خلونا نسأل ريم أول واحدة. ريم إيش رأيك، إيش الفرق بينهن؟ أجاب. مجمل الدخل اللي هو المبيعات كاملة، يعني ما تم يعني الادخار كامل. أيوة. وصافي الدخل اللي هو بعد الخصومات، بعد توزيع الالتزامات والصافي منها، يعني دفع الرواتب، الإيجارات. ممتاز ممتاز يا رشيد العظيم، صح رشيد؟ نعم. ممتاز جدا. إذا مجمل الدخل هو عبارة عن الفرق ما بين البيع والتكلفة فقط. أنا اشتريت، أنا تاجر اشتريت بمية ألف، بعتها بمية وعشرين ألف، كم معي ربحنا؟ 20,000 ريال. طيب العشرين ألف هذه أنا معي من حال عمال ومعي مصاريف وكهرباء وإلى آخره. إذا بعد إضافة هذه المصاريف، خصم هذه المصاريف من 20,000، يطلع لنا صافي إيش؟ الدخل. إذا الفرق ما بين مجمل الدخل وصافي الدخل، أن مجمل الدخل عبارة عن الفرق ما بين المبيعات تكلفتها، ثم بعد ذلك يتم خصم المصروفات الإدارية وباقي المصروفات لحساب صافي الدخل، لحساب صافي الدخل. قروا هذا المثال بشكل سريع. طيب إيش بنسوي إحنا الآن؟ نشتري قائمة الدخل. السؤال يقول المطلوب إعداد قائمة الدخل. طبعا احنا يعني نطلع قائمة الدخل بأي طريقة مش مشكلة، اهم شيء ان انتم تفهموا ايش معنى قائمة الدخل. قائمة الدخل قلنا قائمة الدخل ايش هي؟ ايرادات ومصروفات. الفرق بين المبيعات والمشتريات. ايرادات ومصروفات، من لقى الايرادات والمصروفات؟ انا منى فتحي. ممتاز. إذن هي عبارة عن الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات، صح. طيب إحنا الآن هنا إيش أول شيء عندنا؟ أول عنصر مشتريات. مشتريات إيرادات يا منى؟ لا، بس أول عنصر. ها؟ لا، أصول. طيب إحنا إيش دخلنا بالوصول؟ إحنا قلنا نشي إيرادات ومصروفات. المشتريات هل تدخل ضمن الإيرادات؟ لا. لا، المشتريات ضمن المصروفات ما هي إيرادات. ها، أول شيء عندنا إيش؟ اللي هو معك الإيرادات أوراق مالية. لا، أشتب حسب الترتيب. الديون المعدومة. أول يا دكتور المشتريات. مشتريات خطأ. ومردود المشتريات خطأ. عندنا هنا شيء اسمه خصم المكتسب. المبيعات، معلش، المبيعات الفوائد الدائنة. أيوة، عندنا أول شيء المبيعات. قد يجهز يقول لك مبيعات، يعني أنا قلت لكم شوفوا هنا إيش قلناها. قلنا مجمل الدخل الفرق ما بين ايش وايش؟ مبيعات وتكلفتها.
مبيعات تكلفتها. إذن هنا معنا مبيعات كم هي؟ كم قيمة؟ 6,177,000 صح؟ 6,177,000. إيش بعد المبيعات؟ خصم ممسوح به. مردوداتها خصم المبيعات. طيب نعمل زائد أو ناقص؟ ناقص ناقص ناقص. ممتاز. الخصم المسموح به. المسموح به. المسموح به. اشتي واحد وقول لي إيش الفرق ما بين الخصم المسموح به والخصم المكتسب، بس برفع اليد، برفع اليد، لا يتكلمش. ها أشارك من فهمي؟ يلا شاركيها. إنه هذاك للمشتري وهذاك للبائع، المسموح المبيع. إيش؟ المسموح به. واحد أيوة. للمشتري وواحد للبائع. يلا من هم؟ قولي لي هذاك لهناك وهذاك لهناك. اللي مسموح هذا للمشتري. على البائع. أيوة المشتري اللي يشتري. اللي يشتري. أيوة. ولا الثاني للبائع. ممتازة يا منى. منى تحاول يعني لا بأس في معها إجابة سليمة، والآن ما توفق. عشان واحد ثاني. يا حمدي ها تكلم يا أستاذ. الخصم المسبوح به هو على البيع، يعني لما أنا أبيع وأخصم الأحد. والخصم المكتسب لما اشتري، يعني لما اشتري واحد يخصم لي. ممتاز. الله. اذا الخصم المسبوح به مرتبط بالمبيعات، بينما الخصم المكتسب مرتبط المشتريات. مرتبط يعني الحد المسموح للخصم بالمشتريات. لا الحل الخصم المسموح به، أنا لما أبيع، تمام، أنا بعت لك ب200,000 وعملت لك 2,000 ريال خصم، هذا يسمى خصم مسموح به. أنا سامحتك به، سامح، جيب لي 198,000. أنت عندك إيش يسمى؟ أنا عندي اسمه خصم مسموح به، وأنت عندك إيش يسمى؟ خصم مكتسب. خصم مكتسب. أنا اكتسبت خصم. أيوة. ما تستطيع تقول أنا أنا خصم مسموح به. لا، ليش؟ لأنك أنت اكتسبته، مش إن أنت سامحت. إذا الخصم المسموح به مرتبط بالمبيعات، بينما الخصم المكتسب مرتبط بالمشتريات. كم مبلغ الخصم المسموح به؟ مية وأربعة ألف. نحطها بين قوسين لأنها إيش؟ لأنها سالب. لأنها سالب. ممتاز. ها اللي بعده إيش هو؟ مسموحات المبيعات. أيوة ركزوا معي، مشيكم مش تحفظوا، مشيش ولا واحد يحفظ حفظ. قائمة الدخل هكذا تجلس معك من الآن لا مستوى رابع، عبارة عن الفرق ما بين المبيعات وتكلفة المبيعات. المبيعات لابد إن احنا نطلع صافي المبيعات. كيف نطلع صافي المبيعات؟ نقول عبارة عن إجمالي المبيعات ناقص الخصم المسموح به أو مسموح المبيعات تساوي إيش؟ صافي المبيعات، صح ولا لا؟ مسموحات هذه تجلس معك دائما مش تحفظ، يجلس تهزز راسك على اساس تحفظ. لا فهم فيه فرق بين مبيعات وتكلفة مبيعات يساوي مجمل دخل. يعني هي نفس نسبة الخصم يا دكتور؟ ايوه نفس نسبة الخصم. مثلا قال لك انا بعت لك ب 6,177,000، قال لك بجيب لك 2% خصم، تعمل خصم مسموحات مبيعات او نسبه خصم مسموح به. مسموحات مبيعات طبعا هذه تكون مقابل ايش؟ يعني مقابل مثلا اذا كان شروط الايصال لا عند مخازن المشترين، واثناء النقل خربين عليك 2 كراتين يعني مدري ايش، هذا
يسمى ايش؟ خصم. اذا الخصم 1 6 4 3 0 ايضا بين قوسين. الان ايش يطلع لنا؟ صافي، صافي ايراد المبيعات، صافي المبيعات طلع لنا. طيب ايش الفرق ما بين المبيعات وصافي المبيعات؟ برفع اليد، ما الفرق ما بين المبيعات وصافي المبيعات؟ اشتي من اللي ما شاركوش. ابو علي اذا شارك، ابو علي قد شارك خلاص، وزيد شارك معي. المبيعات يا دكتور. لا 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 يتكلم بإذن. ها غير هذو الثلاثة. هيا هاني تكلم. تكلم يا هاني. عبد الإله. أيوة يا دكتور. ها تكلم. نعم المبيعات. تكلم انا ولا هاني؟ تكلم. تكلمت يا عبد الاله. يلا، المبيعات اللي هي بدون الخصم، بدون الخصم المسموح به، ايوه، بدون خصم المشتري. اما المبيعات الصافيه اللي هي بال عفوا هي المبيعات الصافيه بعد الخصم، يعني بعد ما تخصم حق الخصم المسموح به، هذه تكون مبيعات صافيه. قبل كذا راح تكون المبيعات. ممتاز. ها واحد اخر يوضح، يأكد أو يوضح إذا عنده زيادة توضيح. المبيعات زي ما قال، المبيعات يعني قبل الخصومات، وصافي المبيعات بعد الخصومات، بعد ما نخصم كل شيء يبقى الصافي. طيب أنت بصفتك محل تاجر، إيش يهمك المبيعات ولا صافي المبيعات؟ صافي المبيعات. ليش صافي المبيعات؟ لأن على إثرية يتم تحديد إيش؟ الإيراد، الربح. الربح. ممتاز. إذا صافي المبيعات كم تطلع هنا؟ المبيعات ناقص الخصومات، الخصم المسموح به والمسموحات المبيعات. كم طلع طيب؟ كم؟ لحظة. منى فتحي 2,680,000 وإيمان تقول 5,909,000. ها إيش الصح؟ 5,909,000. 5,909,000 ريال. 5,909,000 ريال. ها طيب الآن إحنا وصلنا عند صافي المبيعات. إحنا نشي نطلع مجمل الدخل، نقول صافي المبيعات ناقص إيش؟ الخصم. 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 أنت لما تشي تطلع قيمة كرتون إيش تقول؟ الربح طلعه من خلال ايش؟ خلاص تكلفة، تكلفة البضاعة. تكلفة البضاعة المباعة. ممتاز. صافي المبيعات يكون هنا ناقص تكلفة البضاعة المباعة. اذا تكلفة البضاعة المباعة بنطلعها هكذا. طبعا تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن قائمة واحدة، ركزوا معي، هذه قد تحصلها أمامك بالامتحان، يجي لك سؤال يقول لك احسب قائمة تكلفة البضاعة المباعة. تكلفة البضاعة المباعة يمكن حسابها كما يلي، عبارة عن ايش؟ بضاعة أول المدة. إيش معنى بضاعة أول المدة؟ البضاعة اللي موجودة في المخزون. أيوة. عبارة عن إيش هي؟ بضاعة التأسيس. بضاعة التأسيس صح. والثانية باقي شيء آخر. إذا أنت قد أسست، إذا أنت قد أسست لك فترة البضاعة في أول السنة المالية. الجرد عبارة عن بضاعة آخر المدة للسنة السابقة. صح لا؟ بضاعة آخر المدة لعام 2022 هي عبارة عن بضاعة أول المدة لعام 2023. صح؟ صحيح. طيب بضاعة أول المدة كم هي بالسؤال؟
اللي هي 1,837,000. فضاعت أول مدة 1,837,000. ممتاز، جاهزة. 1,837,000. تمام. زائد، زائد ولا ناقص؟ مو نعمل احنا خلال السنة، خلال السنة مو نعمل نزودها. أيوة، كيف نزودها عن مصطلح إيش اسمه؟ مشتريات. 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 أيوة، احنا لما مثلا عندنا 20 كرتون، 20 كرتون أو 20 سلة، حب حب، هذا بضاعة أول مدة. خلال الشهر 2 اشترينا 20 سلة، أو شهر 5 كذا، صح ولا لا؟ إذا تسمى مشتريات. كم قيمة المشتريات؟ 412,000. 4,120,000. كم؟ 4,120,000. ممتاز، تمام، موجودة. طيب، المشتريات احنا قلنا مرتبط بإيش؟ بالخصم المكتسب والمردودة. بخصم مكتسب، والمبيعات مرتبطة بخصم إيش؟ مسموح. مسموح. عندنا خصم إيش؟ مكتسب. كم هو؟ 93,000. كم؟ 93,000. 93,000. ممتاز، جاهز، موجود. طيب، إذن المشتريات ناقص الخصم المكتسب يساوي طيب ايش باقي معنا علشان نطلع المشتريات؟ مردود المشتريات. مردودات المشتريات، لان انت مثلا انا اشتريت منك 20 كرتون، بعت منك 15، رجعت لك 5، ال5 اصبح عندك بالمخزن، صح ولا لا؟ ما بتاعنش، كأنه ما بتاعنش، صح. كم قيمة مردود المشتريات؟ 121,000. تمام، ايش باقي؟ طيب الان طلعنا شيء اسمه صافي المشتريات. شوفوا هنا ايش طلعنا. الجمارك ما تدخل في ال، لا، هنا ايش طلعنا؟ جمارك المشتريات. هنا ايش طلعنا؟ صافي المبيعات. صافي المبيعات. وهنا ايش طلعنا؟ صافي المشتريات. صافي المشتريات. ممتاز. اذا الان عندنا طبعا البضاعة اول المدة زائد المشتريات تساوي تكلفة البضاعة ايش؟ قبل الخصم. تساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. هيا إيمان، إيش معنى بتكلفة البضاعة المتاحة للبيع؟ اللي خلاص راح أبيعها بقيمتها بعد ما حسبت الخصم والمردودات، صح ولا لا؟ يعنيها مش واضح مرها. من يجاوب؟ فاطمة. بعد ما حسبنا التكاليف الآن نبدأ نبيع ونعمل هامش ربح. لا، أنا أشتي كمسمى، إيش معنى بضاعة متاحة كمسمى؟ معدة. يعني جاهزة للبيع. جاهزة للبيع. إذن ممتاز، جاهزة للبيع، يعني ممكن نبيعها بأي وقت، اللي هي عبارة عن بضاعة أول المدة زائد المشتريات، صح ولا لا؟ متاحة يعني إمكانية بيعها، إمكانية بيعها بأي وقت، عبارة عن بضاعة أول المدة زائد المشتريات. كم البضاعة إذن أول المدة زائد المشتريات؟ كم طلعت؟ كم طلع الرقم؟ طيب طلع صافي المشتريات قبل. جاهز صافي المشتريات، كم هو؟ 4,000,000. طيب صافي المشتريات كم طلع؟ الآن اللي حسبناها البضاعة، ضاعت أول المدة زائد المشتريات. لا، خلوها واحدة، هذه 5,000,000.
4 مليون و 120 ألف ناقص 93 ألف كم يساوي؟ يساوي 27. 4 مليون و 27 ألف ناقص 121 ألف كم يساوي؟ 3 مليون 906 ألف ريال. 3 مليون وكم؟ و 906 ألف. 906 ألف ريال. ممتاز. 3 مليون و 906 ألف ريال. إذن البضاعة المتاحة للبيع عبارة عن جمع بضاعة أول المدة زائد صافي المشتريات. كم يساوي؟ بضاعة أول مدة زائد صافي المشتريات كم يساوي؟ 5 مليون 743 كم؟ 5 مليون أيوة تأكد تأكد 743 لأن 3 مليون 4 مليون 3 مليون 900 أيوة 5 مليون 743 تكون 4 تكون طلع معك 3 هنا 1 4 وهنا 9 و 8 تكون 5 7 5 مليون و 743 ألف 5 مليون 743 ألف هذه تكلفة البضاعة يا دكتور قبل العرض للبيع باقي معنا الرسوم الجمركية هل حطيناها؟ إيش باقي معنا؟ الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية هذه غير مرتبطة بالبيع أو الشراء إحنا الآن عاد إحنا ما وصلناش لعند المصاريف هي بتكون تمام. جاهزة للبيع يعني بعد ما أدخل مشترياتي وتكاليفي كم قيمة الجمرك مصاريف الجمركية 262 ألف مئتين واثنين وستين ألف هذه نضيفة مش وقت الآن طبعا مصاريف الجمركية وفقا للكتاب إحنا بنتبع الكتاب لم يحسبها ولا حسبها شوفوا الكتاب حسبها لأنها رسوم جمركية على المشتريات ها. يعني تمت في وقت الشراء تمام واحد آخر يا أبو علي إيش رأيك هنا؟ أعتقد إن إحنا نحسبها يا دكتور لأنها في وقت الشراء تدفعها في وقت الشراء لما تأخذ البضاعة لازم تدفع الجمارك إيمان للدولة رشيد. يعتبر يا دكتور من التكاليف فلازم نحسبها عشان يكون معنا صافي صافي التكاليف كم؟ لأن إذا ما حسبناها بتطلع يعني في نهاية الحسبة بتطلع اللهم صلي على محمد بتطلع مفقودة يعني ما هي موجودة ما أنت قادر تطلع إذا ما حسبتها قبل المبيع كيف جاهز المبيع وأنت ما حسبت الخسارة اللي خسرتها في الجمرك مش مفقودات وإنما يعني ضخم الربح صح لا لا ضخم الربح والأساس خسارة يكون ايوه الضخم الربح بس على الفاضي ما ولا ما معك يعني ايوه رقم صحيح. بس ضخم رقم فقط ممتاز اذا وين نضيفها هذه اللي كانت تكلم البنت ان نضيفها قيمه المشتريات خصم في المشتريات او قيمه المشتريات ايش تحت ايش تحت صافي المشتريات قيمه المشتريات تحت صافي المشتريات ولا قبل صافي المشتريات لا نزودها على صافي المشتريات كذا صح لا تحت صافي المشتريات تحت صافي المشتريات صافي المشتريات الان بيتغير لانه بينضاف عليه قيمة الجمارك احنا الان نضيف رسوم الجمارك او نشيلها من المشتريات
مش رأيك؟ نضيفها على المشتريات. نضيفها على المشتريات. طيب إيش نسوي هنا؟ زائدا رسوم الجمارك. زائدا المصاريف الجمركية. كم يساوي؟ كم هي؟ 262,000. كم إذن الإجمالي يكون؟ الإجمالي يكون 4,168,000. كم؟ 168,000. 4,000,000 اللي هي تكلفة المشتريات. كم تطلع؟ 4,000,000 وكم؟ 168,000. 4,168,000 زائد 1,837,000 كم يساوي؟ 6,500,000. 6,500,000. 6,500,000 و6,400,000 تأكد. 6,500,000 تماما. و5,000 خلاص أنا بدي لكم الحل عندي. دكتور الآن إحنا وضفنا مصاريف الجمركية ليش؟ أيوة لأنها مرتبطة بالشراء. شوفوا هذا الحل، هذا الآن إحنا حلينا الآن صح؟ هذا حلنا الآن، هذه الصفحة وهذه الصفحة حلنا، هذا حلي طبعا السابق. كم طلع عندنا تكلفة البضاعة المعدة للبيع؟ كم؟ 6,000,000 وكم؟ 5,000 و5,000. 6,000,000 و5,000. إذا طبعا إحنا أضفنا المصاريف، هذا هو أضفنا المصاريف الجمركية إلى صافي المشتريات ليتم بعد ذلك، لأنها تعتبر مرتبطة بالمشتريات. إحنا لما نشتري مثلا بضاعة ب100,000 بنحسب عليها المصاريف الناقل والمصاريف والجمركية على أساس لما توصل عندنا المخزن. كل ما كان مدفوع قبل المبيعات يعتبر من المشتريات. أيوة. طيب الآن إيش باقي معنا بعد ذلك؟ إيش باقي معنا الآن؟ طلعنا تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 6,050,000. إحنا نشتري تكلفة البضاعة المباعة. طيب الآن باقي معنا مخزون آخر المدحر. طبعا إحنا هذه القائمة متى تعاد؟ في تاريخ كم؟ 31/12 آخر الفترة المالية. في آخر يوم من السنة المالية. ممتاز. مخزون آخر المدة كم هو؟ مخزون آخر المدة كم موجود في السؤال؟ مخزون آخر المدة كم هو؟ هنا يقول علما أن البضاعة آخر المدة قدرت قيمتها 596,000. 596,000. إذن ممتاز. 596,000. إذن تكلفة البضاعة المباعة تساوي كم؟ تكلفة البضاعة المباعة كم يساوي؟ 6,005,000 ناقص 596,000 كم يساوي؟ هتكون 5,409,000. 5,409,000 ريال. هذه تكلفة البضاعة المباعة. إذن تكلفة البضاعة المباعة، إذن الفرق ما بين صافي المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة يدي لنا إيش؟ مجمل الربح. الربح مجمل الربح وليس صافي الربح. مجمل الربح. ممتاز. مجمل الربح هذا طبعا موجود عندنا حتى لما تشتغل محاسب تشتغل على هذه الهيئة أو هذه التشكيلة. إذن هنا عندنا هكذا صافي المبيعات ممكن تطلعوا كم مجمل الربح؟ 5,909,000. صافي المبيعات 5,909,000 ناقص 5,409,000 كم يساوي؟ 500,000. 500,000 عبارة عن مجمل ربح. عبارة عن مجمل ربح. طيب طالما أنتم امتحانكم أعتقد أنه اختيارات صح؟
الله. ايوه دكتور. طيب اختياركم اختباركم يعني انا اتكلم على على السمستر السابق، ماليش علاقه انه خيارات او مش خيارات، هذا على الجامعات استفسروا من الجامعه. لكن انا اقول طالما وكان السمستر السابق خيارات، فالسؤال الاختبار مثلا يجي لك هكذا، ركز معي، يقول لك اذا علمت ان صافي المبيعات 5,909,000 هذا تمام، وتكلفة المضاعة المباعة 5,409,000، المصاريف الإدارية والعمومية 300,000، فكم يكون مجمل الدخل؟ من يقول لي؟ 200,000. خطأ. الرسوم 300,000 من مجمل الربح. أيوه، كم يكون مجمل الربح؟ 800,000. المصاريف تحسب بعد مجمل الربح ولا قبل؟ بعد مجمل الربح. بعد مجمل الربح. إذا مجمل الربح كم هو؟ 800,000. ماشي. المبيعات ناقص المشتريات. أيوة، هذه المبيعات 5,909,000 ناقص. أشوف هذا لو في جاب إيمان محمد إجابة صحيحة. 500,000. ها؟ 500,000. ليش 500,000؟ المبيعات 5,509,000. هو أيوة. معلش أعيد الرقم. ها؟ 5,909,000 ناقص أيوة. 5,409,000. والمصاريف الإدارية والعمومية 300,000. طيب إذا هذا يكون مجمل الربح 500,000 ناقص 200,000 الصافي، صافي الربح 300,000. أنا سألتك مجمل الربح كم بيكون؟ 500. 500,000. ما تغير شيء. ما تغير شيء، هذه أسئلة الامتحان هكذا. فركزوا، مين يقول لك صافي؟ أيوه، لأنه الشيء يشوفك هل أنت تحفظ حفظ ولا فاهم؟ لأن إذا قلت لك صافي الدخل صح 200,000، لكن أنا قلت لك زدتك خطوة، والخطوة هذه أصلاً ما لهاش علاقة بحساب مجمل الدخل، صح ولا لا؟ أركزوا. نعم. طيب أنا أجيب لكم سؤال الآن. أه. هذا السؤال يلا. لا هذا سؤال، لا مش هذا، هذا طبعا قائمة المتاجرة والأرباح والخسائر. قائمة الدخل هي عبارة عن قائمتي الأرباح والخسائر والمتاجرة. هل اقرأوا هذا السؤال؟ في واحد منكم يستطيع حل هذا السؤال بشكل سريع؟ ولا نخلوه واجب؟ ها؟ نخليها واجب صح؟ أيوه. طيب خليها واجب. طيب انا ما بطولش بالقوائم الماليه طبعا هذه القائمه. الان ننتقل الى قائمه المركز المالي صفحه 316. قلنا قائمه المركز المالي تتضمن ايش؟ الاصول والالتزامات، تتضمن الخصوم والاصول وراس المال الفرق المنشوره. ايوه، قائمه الدخل عباره عن ايش؟ الكل. اكتبوا كتابة. قائمة الدخل عبارة عن من ايش تتكون كتابة؟ ها، قائمة الدخل من ايش تتكون؟ قائمة الدخل فؤاد، العماد، الإيرادات والمصروفات، إيمان، زايد، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، حمدي. آه يا حمدي، قلنا قائمة الدخل يا حمدي، خير عليك. قائمة الدخل قائمة الدخل عبارة عن الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات أو المبيعات وتكلفة المبيعات، صح ولا لا؟ هذه قائمة الدخل.
بينما قائمة المركز المالي إيش هي؟ أصول وخصوم. أصول وخصوم. إيرادات مصروفات قائمة الدخل. إيرادات مصروفات قائمة الدخل. قائمة المركز المالي أصول وخصوم. أصول وخصوم. يلا هنا المثال رقم 5. ها؟ إيرادات وإيش؟ ومصروفات. قائمة الدخل. قائمة الدخل إيرادات اللي البضاعة المبيعات ناقص تكلفة المبيعات ناقص المصروفات. إيرادات مصروفات. بينما قائمة المركز المالي أصول وخصوم. شوفوا هذا المثال رقم 5. بضاعة أول مدة إيش تعتبر؟ بضاعة أول مدة إيش تعتبر؟ ها؟ أصول. أيوة اللي أصل متداول. أصل متداول. نعم. أجور العاملين إن تدخل مصاريف عمومية. ممتاز. ها إيراد العقار قدو اسمه موجود. إيرادات. أيوة. فوائد مدينة إيرادات. الأصول. فوائد مدينة. فوائد مدينة مدينون. أصول. أصول. أصول مدينة. المشتريات وين تدخل وقائمة إيش؟ الدخل. أصول الدولة. ممتاز. بقائمة الدخل. عاد إحنا كملنا الآن مردودات المشتريات قائمة الدخل. خصم مكتسب قائمة الدخل. مصاريف شحن البضاعة قائمة الدخل. مسموحات المبيعات قائمة الدخل. المدينون وين تدخل؟ وين يدخل المدينون؟ الأصول. الأصول المتداولة. ممتاز. تأمين على المشتريات وين يدخل؟ قائمة الدخل. قائمة الدخل. ممتاز. المبيعات قائمة الدخل. قرض طويل الأجل قرض وين يدخل؟ الخصوم. بالخصوم. التزامات. ممتاز. أثاث الخصوم. أصول ثابتة. أصول ثابتة. البنك أصول متداولة. أصول متداولة. أصل متداول. ممتاز. مسحوبات شخصية. طبعا المسحوبات الشخصية خلوها على جنب لأن لم عالجة أخرى. خصم مسموح به ذكرناه قبل شوية بقائمة إيش؟ الدخل. الدخل. مصاريف الماء والكهرباء المصروفية وعمومية قائمة الدخل. ممتاز. أوراق الدفع وين تدخل؟ قائمة الدخل. أوراق الدفع قائمة الدخل. أصول متداولة. أوراق الدفع خصوم متداولة. خصوم. خصوم متداولة. خصوم. الصندوق خصوم متداولة. أصل متداول. أرباح بأي أصول ثابتة. رأس المال رأس حقوق الملكية. حقوق الملكية بجانب الأيسر من الميزانية العمومية وقائمة المركز المالي. صح. فإذا علمت نعم. أن بضاعة آخر المدة حسابات الدخل ايش؟ قائمة الدخل. طيب احنا الان هنا ما بنحلش قائمة الدخل لان عاد احنا كملنا. الان بنحل قائمة المركز المالي. قائمة المركز المالي عبارة عن حرف تي. احنا نسميها حرف تي او جانبين. جانب ايسر هذا جانب ايمن الاصول وهنا الأصول وهنا إيش؟ الالتزامات. الالتزامات الخصوم أو الالتزامات طبعا الاسمين صحيحين. طيب يلا ها من يقول لي أول شيء شوف السؤال مش أول عنصر إيش نسوي؟ أول عنصر الصندوق المتداولة اللي هي الأصول ها المنشأة إيش هي؟ تجارية يعني أصول متداولة. منشأة تجارية. شركة نبدأ بالصندوق والبنك. أيوة تجارية. ركزوا تجارية. إذا نقول الأصول المتداولة. الصندوق والبنك. المتداولة. إيش أول واحد عندنا عنصر إيش؟ الصندوق اللي هو النقدي. ممتاز. ليش الصندوق قلنا أول شيء ضروري يكون؟ صندوق. لأنه أكثر سيولة.
أكثر سيولة. الصندوق كم المبلغ حق الصندوق؟ مليون وثلاثمية، لا 13 مليون 13 مليون. تمام، اللي بعده ايش اللي بعد؟ البنك. البنك، ليش ذكرنا البنك؟ لأنه العنصر الثاني الأكثر سيولة، صح ولا لا؟ كم هو؟ 16 مليون و60 ألف. 16 مليون و60 ألف. ها، 15 مليون. طيب يا دكتور، الحين مثلا البنك بعض الحين هو الأكثر سيولة، إيش الآلية؟ ليش أكثر سيولة البنك؟ نحطها قبل الصندوق. كل الإيداعات بنكية، كل المبيعات البنكية مثلا. ما لا عادي، لكن احنا الان كصوره الكاش اللي بيدك، كاش اكثر سيوله، كاش فلوس عاد بيدك، اما البنك عاد باقي شيك وعادك تروح بعد الشيك تاخذه، لذلك يقدم الصندوق على البنك. يقدم الصندوق على البنك. كم البنك قيمته؟ 15 مليون 60 ألف. اللي بعده ايش؟ اللي هم المدينة. المدينون. ممتاز. كم المدينون هنا؟ 7 مليون و240 ألف. 7 مليون و240 ألف. طيب اللي بعده ايش هو؟ بضاعة آخر المدة. ممتاز. طبعا احنا نسميه المخزون، صح؟ طبعا على أساس تفهموا، التي تظهر في قائمة المركز المالي عبارة عن مخزون آخر المدة وليس مخزون أول المدة. كم مخزون آخر المدة؟ 23 مليون. 23 مليون. ها، باقي شيء؟ أصول متداولة. ما باقي، صح؟ كم إجمالي الأصول؟ لا ما باقي شيء. 58 مليون و800. 58 مليون 800 ألف، صح؟ إيش بعد الأصول المتداولة؟ الأصول الثابتة. الأصول الثابتة، إيش معنى؟ الأثاث والأراضي والمباني. الأثاث كم؟ 13 مليون و150 ألف. 150 ألف. ممتاز. الأراضي كم؟ 28 ألف. ها؟ 28 مليون و50 ألف. 28 مليون و50 ألف. تمام. المجموع باقي شيء؟ أصول ثابتة؟ لا ما عاد باقيش. كم الإجمالي إذن؟ 41 مليون 200 ألف. إجمالي الأصول، هنا ممكن نقول إجمالي الأصول الثابتة. إجمالي الأصول الثابتة كم يساوي الإجمالي الأصول بشكل عام؟ 41 مليون. ها؟ 6 مليون. يطلع كذا، صح؟ صح يطلع كذا ولا لا؟ ايوه صح، تكون 100 مليون. طيب الجانب الايسر عبارة عن الخصوم والالتزامات. ايش اول بند عندنا؟ الالتزامات المتداولة. التزامات متداولة، وقلنا الالتزامات المتداولة هي عبارة عن ايش؟ اوراق الدائنون. اوراق واوراق الدفع، صح؟ دائنون. أيوة صح. أوراق الدفع عندنا دائنون؟ لا لا ما في. إذا نسجل أوراق الدفع. الدفع كم هي؟ 1,255,000. 1,255,000. تمام. ها آه. إيه بس هذه هي الالتزامات المتداولة. تمام، إيش اللي بعده؟ الالتزامات. التزامات إيش؟ طويلة الأجل. إيش معنا به فيها؟ قرض. أعتقد القروض. أيوة، التزامات.
القرض كم قيمته؟ 30,745,000. 30,745,000. تمام، مش باقي؟ حقوق الملكية. حقوق الملكية، إيش معنى حقوق الملكية؟ من يقول لي إيش معنى حقوق الملكية؟ اللي هم رأس المال. أيوة، وإيش؟ والمسحوبات الشخصية. إيش معناته؟ إيش معناته بشكل عام؟ إيش معناته حقوق الملكية؟ قيمة المؤسسة بشكل عام أو الشركة، تتضمن العلامة التجارية والرأس المال والقيمة السوقية. الإعلانات ورأس المال والإيرادات والمصروفات كلها حقوق الملكية. محمد الشيباني صح. ريم محمد صح. فؤاد العماد يعني ها. إيمان محمد ما وضحش بشكل سليم. هادي المريسي يعني ها. إذن هي عبارة عن ممتلكات صاحب المنشأة أو أموال صاحب المنشأة أو الشركة. إيش معنى هنا؟ رأس المال كم هو؟ رأس المال 66,800,000. 66,800,000. أها، إيش باقي معنا؟ صافي الربح. باقي معنا المسحوبات أعتقد، صح؟ مسحوبات شخصية. أيوة، في السؤال مسحوبات شخصية. أيوة في 350,000 مسحوبات الشخصية. طبعا المسحوبات الشخصية تنقص من رأس المال. 300 وكم؟ 50,000. 50,000. طيب ايش باقي معنا؟ طبعا هنا لابد يكون كذا، لابد يطلع الرقم هذا، نفس الرقم هذا. طيب المسحوبات الشخصية نحطها بين قوسين. ايوه، شوف هنا اجمالي الاصول لابد تساوي اجمالي ايش؟ الالتزامات. كم الفارق ما بين اجمالي هذا هذا وهذا الاخضر؟ كم الفارق بينهن؟ كم الفارق؟ 8,555. كم؟ 850,000 تقريبا. لا، عد الجمع. أنا طلع عندي 1,550,000. 1,550,000. أيوة، نفس اللي عندي. أيوة، هل هو صافي الربح؟ هل هو ربح أو خسارة؟ صافي الربح. ربح. ليش ربح؟ لانه التزامات اللي عليك بالمبلغ اقل، فانت أقل. تجمعها من الاصول تنقصها الفرق. ممتاز جدا، اذا الفارق عباره. طيب منين جبنا احنا صافي الربح هذا؟ من يقول لي؟ من مجموع الخصومات والالتزامات. قائمة الدخل. من قائمة الدخل. ممتاز جدا، إذا جبنا هذا الرقم 1,550,000 من قائمة الدخل. لذلك هو قال لك أول شيء اشتري إيش؟ قائمة الدخل، صح؟ على أساس تطلع هل ربح أو خسارة، وبعد ذلك طلع قائمة المركز المالي. إذا طلعت قائمة الدخل صحيحة وجيت اشتغلت قائمة المركز المالي وطلع الفرق حقك هو اللي قد طلعه سابقا، فسؤالك صحيح أمورك طيبة، وإذا كان في فرق فسؤالك خطأ وعندك خطأ في الحل. صوروا هذا، خلاص احنا كملنا الأسئلة المهمة هذه. في معي هذا، صورتوا هذا؟ أيوة. في معنا صورتوا هذا؟ أيوة يا دكتور. طيب صوروا هذا المثال، هذا الربح، عفوا هذا الحل النهائي. اللي شطلع الحل النهائي هذا، هذا يعتبر واجب، سؤال واجب. اللي يطلع الحل النهائي نفس هذا الرقم فحله صح. ها؟
صورتوا هذا؟ أيوة. هذا السؤال الثاني واجبها. طبعا هنا جاب لنا قائمة المتاجر والأرباح والخسائر اللي هي عبارة عن قائمة الدخل. طيب هذا الحل، مجمل ربح وصافي ربح. ايش الفرق ما بين مجمل الربح وصافي الربح؟ ايش مجمل الربح اللي هو مجمل المبيعات. ايوه، شوفوا احنا الان جبنا لكم مثال ونظري، والان نجيب لكم اسئله على اساس ما تقولوش ما اخذناش ما فهمناش. هذا يعتبر خاص بالوحده الاخيره كامل. اذا فهمت الان ما تحتاج الذاكره لشويه وامورك طيبه. السؤال الاخير، هذا السؤال الاخير، هذا كمان واحد دكتور. ايوه، ثلاثة اسئله. هذا السؤال صورتوا هذا السؤال. إذن الآن الختام، إن إحنا إيش اليوم فرقنا ما بين قائمة الدخل وقلنا إنها تتضمن إيش؟ إيش تتضمن قائمة الدخل؟ الإيرادات والمصروفات. الإيرادات والمصروفات، بينما قائمة المركز المالي هي نفسها قائمة الميزانية العمومية، ويتم إعدادها في 31/12، وتتضمن الأصول والخصوم. الأصول عبارة عن أصول متداولة، أصول ثابتة إذا كانت تجارية، أما إذا كانت صناعية فنبدأ بالأصول الثابتة ثم الأصول إيش المتداولة. بينما بالجانب الآخر عندنا الالتزامات المتداولة اللي هي عبارة عن الدائنون وأوراق الدفع والقروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ثم حقوق الملكية المتمثلة برأس المال، وأيضا ذكرنا إيش، ركزوا على النقاط اللي ذكرناها اليوم هنا. ذكرنا أيضا ترتيب الأصول في قائمة المركز المالي في المنشآت الصناعية هذا، وربما في المنشآت التجارية، وشرحنا الأصول الغير ملموسة وجبنا أمثلة وجبنا لكم واجب. باقي شيء؟ أي واحد عنده استفسار؟ بالتوفيق إن شاء الله. Thank you.